السلام عليكم حبايبي اخواتي. انا كان عندي مشمش كان طعمه مزز، مش عارفه اكله، فانا عايزه اكل حاجه حلوه علشان الجو البرد الحر اللي عندنا دلوقتي. فانا جبت 4 كوبايات حليب، حطيت معاهم 4 معالق نشا، اهو بحط 4 معالق نشا على الحليب وبدورهم على البارد خالص كده من قبل ما ارفعهم على النار لحد ما يدوبوا كلهم خالص. اهو دوبتهم جدا كويس، وبعد كده بجيب لهم 4 معالق سكر. بسم الله بحط معاهم 4 معالق سكر، يبقى حطيت 4 كوبايات حليب عليهم 4 معالق سكر و4 نشا اللي هو كورن فلاور. وبعد كده هحط معاهم واحدة فانيليا اللي هي الصغيرة دي. تمام يا حبايبي، بس كده بكمل تقليب وبعد كده برفعهم على النار. المرحلة التانية بقى هغسل دوت واضربه في الخلاط واجيلكوا اوريكوا المرحلة التانية هعمل فيها ايه. مع التقليب بقى حبايبي كده لحد ما القوام يتناسك، بعدين نصبه في الاطباق بقى وهنشوف بقى ايه المرحلة الجاية بعد ما يتناسك كده هيبقى شكله ايه. بصوا حبايب قلبي القوام بقى عامل ازاي، اهو ده المطلوب. هي ديت المشمشيه على اصولها، بص جمالها. نصبها بقى في الطبق بتاعنا كده، بسم الله اهي كده، شايفين الجمال. تمام، وبعد ما تبرد نزينها بقى كده بندقيه، نحط كده، وبعد ما تبرد نحطها في الثلاجه وناكلها بألف هنا. واللي ما تابعنيش يتابعني، وشكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.